مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. أيام هذا الأسبوع ستكون ماطرة في العديد من المناطق في المملكة العربية السعودية. مشاهدينا، فاصل ونواصل، وإن شاء الله نستعرض أيام الأسبوع يوما بيوم ونلاحظ أماكن الأمطار. فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ من يوم الأحد. يوم الأحد إن شاء الله هناك فرصة لسقوط زخات رعدية المطر في المناطق الشمالية الشرقية والوسطى وكذلك المناطق الغربية، وأيضا مساء يوم الأحد حتى تشمل أمطار وليلة الأحد على الاثنين المناطق الشمالية الغربية من المملكة. إذن هناك حالة مطرية قوية تشمل العديد من مناطق المملكة. الأمطار تكون مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا، وأحيانا بتكون غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول في الأماكن المنخفضة. الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 26 والصغرى 11، الشمالية الشرقية 27-14، المنطقة الشرقية 26-22، والرياض والمنطقة الوسطى أجواء غائمة ماطرة زخات رعدية من المطر 26-20، المنطقة الغربية 32-25 ماطرة زخات رعدية من المطر، والمنطقة الجنوبية الغربية أيضا زخات رعدية من المطر العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية. يوم الاثنين نشاط في الرياح السطحية خاصة في المناطق الشمالية مثيرة الغبار والأتربة، وبالتالي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، لكن أجواء ماطرة في المناطق الشرقية والوسطى والغربية من المملكة، وأيضا هناك فرصة لسقوط زخات رعدية في المناطق الشمالية الغربية من المملكة وانخفاض على درجات الحرارة. المنطقة الشمالية الغربية 20-10، الشمالية الشرقية 20-11، المنطقة الشرقية 25-22 أجواء زخات رعدية من المطر وانخفاض على الحرارة. المنطقة الوسطى 28-19، والمنطقة الغربية 32-24، والجنوبية الغربية 20-14 درجة مئوية. يوم الثلاثاء هناك تقريبا استقرار نسبي، تخف شدة الهطولات، تتناقص كميات الغيوم، أجواء تقريبا غائمة جزئيا باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية سقوط زخات متفرقة من المطر. ودرجات الحرارة المتوقعة: المنطقة الشمالية الغربية 21-12، الشمالية الشرقية 20-10، المنطقة الشرقية 27-21، والمنطقة الوسطى 26-18، والمنطقة الغربية 31-25، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من المطر 21-14 درجة مئوية. يوم الأربعاء هناك فرص للأمطار في بعض المناطق الجنوبية الغربية والغربية، لكن الأجواء تقريبا لطيفة بالنهار تميل إلى البرودة ليلا في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية. العظمى في المنطقة الشمالية الغربية 26 والصغرى 13، المنطقة الشمالية الشرقية 20-12، المنطقة الشرقية 27-17، والمنطقة الوسطى 26-17، والمنطقة الغربية 33-27، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا 22-14 درجة مئوية. يوم الخميس أيضا هناك فرصة لزخات رعدية من المطر في كثير من الأماكن، خاصة المناطق الشمالية الشرقية والمنطقة الغربية والجنوبية الغربية من المملكة. زخات رعدية مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، أحيانا تكون غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول. المنطقة الشمالية الغربية العظمى 25 والصغرى 13، المنطقة الشمالية الشرقية 16-11، والمنطقة الشرقية 26-19، والمنطقة الوسطى 27-20، والمنطقة الغربية زخات رعدية من المطر 33-27، والمنطقة الجنوبية الغربية زخات متفرقة من المطر
22 إلى 13 درجة مئوية. يوم الجمعة استقرار آخر نسبي على الأجواء، لكن بتبقى الأجواء في المناطق الشمالية لطيفة في النهار، تميل للبرود ليلا. الشمالية الغربية 25 العظمى والصغرى 15، الشمالية الشرقية 20-14، والمنطقة الشرقية 25-23، والمنطقة الوسطى 29-23، والمنطقة الغربية 33-27، والمنطقة الجنوبية الغربية 21 إلى 13 درجة مئوية. إذن هناك زخات رعدية مطر في كثير من الأماكن خلال هذا الأسبوع، تكون أحيانا غزيرة مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول في الأماكن المنخفضة. نرجو للجميع السلامة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.